لسه الكازيون اهو، اللي عايز يقول حاجه يقولها. مين الموزة يا هيم؟ حورية. حورية؟ حورية حورية هنا؟ حورية حورية يا عشر. أنا اللي مربيك بحكم الجيرة، مربيك بحكم عيني اللي بتتخطف من ما تقع عليك. في تربتها ما في جنس مخلوق خلقه ربنا يقدر يلمس شعره منك طول ما في نفس. جدع ورا جدع يجي يتقدم للسنيوره، كل ما يعجبها واحد ما يفوتش يوم الا وتلاقيه دهسه الكاميون يطلعوه من طرنش صرف مخنوق، يلاقوا جثته عند الهويس منفوخه وملهاش معالم. مات؟ هيموت ازاي؟ هتقتله. عمره ما هيسيبنا في حاله. سيد شيبة انا هتحط في عبد الملك صرصور وعياله، ده راجل من رجالتهم. دخلة هناك انا ميت وانهم لميتون. مفيش يا حرية يا عشر، انت اتلطشت في دماغك يا لهوي. ما انا لازم اشوفها عشر. ابراهيم خلاص مش طايق، والزرازير لو مسكوكي هينعشوكي. يبقى فاضل لك مين يا بنت خميس؟ واحد ابويا تلاتة. لما تشوف نياب الديب اوعى تفتكر انه بيبتسم، عاوزك تقعد كده وتفكر في الكلمتين دول بينك وبين نفسك، لان دول فيهم حياتك وفيهم مماتك. حبارك له فرشته يا عشر. هو يديك السلام عليكم. مبروك يا معلم. مبروك يا سيدي العالمين. يا عشر تعك من ورا ظهري تسمع عدوي. كريت غنم عليه وبعته الاجر. وبعد كده علم عليك يا بس. ما طول عمرنا كتف في كتف في آيات ومصلحة، إن شاء الله حتى لو رايحين جهنم. أنا إبراهيم حورية. أنهي إبراهيم فيه؟ البلطجي اللي بيكسر بيوت الناس في نصاص الليالي، ولا المجرم اللي قتل أبويا؟ بصيلي في عينيا وقولي إنك ما قتلتوش. ولا بلاش الفاتحة الغنام، هو مش نطق الشهادتين يبقى أخوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي حياة دي بحرية؟ ازاي حية بتجيب حية وهتشوف بعينيك.